غالية والخضرة غليانية بلادنا ساحلية. واش كتظن ان الحكومه غادي تستجب للمطالب من خلال هذا الوقف الاحتجاجي؟ لا لا ما غاتستجبش. والغليان الشعبي واش غادي يتزاد اكثر؟ لا باقي ما كتجاوبش. قلتي لي واش غاتستجب؟ نعم. وما قلتيش لي تفضل. واخا كاين واحد المشكل في المغرب. تفضل. هو ان ملي كيكون شي طالب شعبوي شي طالب اللي يطلبوا الشعب والله ما كيستجبوا ليه. علاش؟ حيت ربما كيقول لك واقيلا غيتسرعوا علينا ما غنديروش معاهم هذاك الشيء. فبهذا انا ما كرهتش هنا الناس تقول زيدوا غليو علينا باش هما ينقصوا لنا الثمن. فهمتيني؟ نعم نعم. وهاد الوليد قبيله نسيت ما قلت لكم واحد القضيه للاعلام الاخرين. هذا كاين في القناه ديالو طلب مني واحد الطلب قال لي علاش يا بابا علاش اوروبا كيتداووا بشكل وحنا كنتداووا بشكل؟ علاش اوروبا كيفاش كيتعاملوا معاهم الاطباء والسبيطارات هنا ما كاينش؟ قلت ليه لا هنا المغرب بوحدو ما كاينش هاد القضيه هادي. قال لي شكون هو اللي مسؤول؟ قلت ليه مسؤول وزير الصحه. قال لي بغيت نضربو ولدي بغى يضرب وزير الصحه. قلت ليه لا ما يمكنش كاين قانون في البلاد ما يمكنش تضربو. مع الرغم انا باش يعرف الاعلام انه عنده اورام الياف العصبيه يعني خصني نلبي ليه الطلبات ديالو اللي ما كاينينش هنايا. ما كاينش فيزيوثيرابي ما كاينش شحال من حاجه ما كاينش لابيسي المائي ما كاينش شحال من حاجه. دابا المشكلة الدري بقى كيلح باش يضرب وزير الصحة. أنا في الوقت اللي كنتريني به في لاصال صوبت ليه مجسم كيضربو. اللي بغى يشوف هذا الفيديو راه غيشوفو في القناة ديال غسان فلوغ. وضرب وزير الصحة كيدي من يوميا باش كيزيد يرتاح كيضرب وزير الصحة. أنا كنرتاح ملي كنشوفو هو ارتاح كان كنرتاح. وكنقول لهم بأن أخ النوش وقلتها للآخرين اخ النوش كتسناو منو يديروا معكم شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه. والمخطط الاخضر اللي باقي ما دارش او ما نجحش المخطط الاخضر راه هو من اللي غيتموتوا بالقهر وغتموتوا بالجوع غتوليو خضرين في وجهكم. هذاك هو المخطط الاخضر غتوليو خضرين في وجهكم بالجوع وبالقهر. صافي باش انت غادي دير لنا الظلمه صاروخي الزيت صاروخي اي حاجه صاروخيه راه اللهم منكر هذا. انا عندي 50 عام ما بقى عندي باش نعطي لهاد البلاد. على ذكر المهم نهضر على ذكر المخطط الاخضر. المخطط الاخضر المخطط الاخضر في الاصل جا باش ان تستفد منه الطبقه الكادحه من الفلاحين. فاذا بنا اليوم كنشوفوا بان الملاكين الكبار الفلاحين الكبار هما اللي كيستافدوا منه. صحاب الفيرمات كيعطيو للعجل من 4000 درهم وزيد الاسمده وزيد داكشي كامل. بينما الفلاح الفقير مسحوق اجتماعيا. فسير تشوف المعاناه ديالو خصوصا مع هذا العام اللي كاين الجفاف. هذه نقطة كتعاني الناس كتعاني. نقطة ثانية أخ نوش إبان الحملة الانتخابية ديال الحزب ديالك. نعم. وعد المغاربة بعدة أشياء قال لهم بأن غادي تشوفوا الأحسن معايا وغادي تشوفوا معايا بزاف ديال الأمور وإن شاء الله غادي تلتمس التغيير في بضعة الأيام. نعم. فإذا كان هذا هو الأحسن عند السي أخ نوش فالأسوأ أكيد هي. هذه بدايه 100 يوم تقريبا اللي داز وما فوق على حكومه ديال الاخ نوش. حنا تنشوفوا هذا الارتفاع المهول والصاروخي في المواد الاساسيه
المواطن بصوت اجتماعي راه ما كيقلبش على الكروفيت رويال ولا كيقلب على كافيار ولا شي حاجه ولا تيقلب على شي سيارات فاخره ولا كذا كيقلب غير على العيش الكريم. اليوم عندنا حالات هنا في المدينه القديمه، انا ولد المدينه القديمه، عندنا حالات ديال الناس اللي تحيدوا لهم لي كونتور ديال الضوء، تقطع لهم الماء، تقطع لهم الماء، الناس كيعيشوا في ظلام دامي. وعاد ناهيك عن الناس اللي تتسالهم واحد المبلغ اللي هو مهم شهوره، هادشي من الناس جا لان القدره الشرائيه ديال المواطن قدره ضعيفه، ما عندوش الفلوس، ما عندوش مسكين مدخول، زائد انه كاين الناس كانت كترزق من بعد الحرف اللي هي هامشيه، هذا كنهضر انا بالدرجه الاولى للبائعين المتجولين، فكاين اليوم حمله على الملك العام، كاين حمله على هاد الناس هادو، فخصنا دابا خصنا هاد الناس هادو قبل ما نحاربوهم خصنا نلقاو الحل. نعم صحيح. الى سينو راه غادي يكون احتقان، غادي يكون احتقان، وهذه البدايه ديالو. حنا رئيس الحكومه كان من المفروض عليك تدوزي وزارة فيها سنين، ورئيس حكومة كان من المفروض عليك انك تبادر وتلقى حلول للفلاحة اللي اليوم كيعيشوا الامرين، ماشي تسنى حتى تكون العاطفة الملكية واستقبلك الملك في بوزنيقة ويعطيك الكوفير باش انك تتحرك في هذا الباب هذا. علاش حنا خصنا دائما نتسناو الملك حتى يعطي المبادرات ديالو التدخل ديالو؟ انتم اش كديروا؟ ياك عندكم صلاحيات فرزاتكم صناديق الاقتراع، وفين هو البرنامج اللي كنتو كتوعدوا به الناس؟ الناس دارت فيكم الثقه وصوتوا عليكم، الناس صوتات عليكم، وفي الاخر كيكون السر ديالهم الجزاء ديال هذا المواطن هذا هو هذا الشيء هذا، هو هذا الارتفاع الصاروخي ديال بدون حاسب ولا رقيب. هذا الشيء خيالي، ملي كتلقى خنشه ديال سميتو الدبيب دات فيها 50 ولا 60 درهم راه بزاف، اللهم ان هذا منكر. ومساله اخرى، حنا في 2011 كنا صادقين على دستور 2011، لماذا لا يفعل مبدا ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ علاش اي مسؤول كيجي كيغتني كيطلع سير بحالك؟ ولكن هناك المجلس الاعلى للحسابات راه كاين، عمرك شفت المجلس الاعلى للحسابات فعل شي ملف؟ اعطيني ملف واحد فعلو، ما اعتقدش شي حد، اعطيني ملف واحد تفعل وكاين في المحكمه. اعطيني قول لي، اعطيني شي ملف اللي دار الجاب